الاهلي مش المجتمعي، الدور الرياضي اللي بيعمله النادي الاهلي بوجود عدد كبير من كل الالعاب، انا اسف يا كريم، في كل الالعاب موجودين في منتخب مصر. وفي نقطه مهمه جدا برضه، منتخب مصر للطايره والسله الناس لازم يا احمد تخلي بالها من الضغط بقى مجلس اداره لما كل الالعاب بتتزامن مطالبها في نفس الوقت. بالظبط، يعني التليفون بيترفع مثلا، يعني انا عايز نفس ما دي حاجه، يعني اجنده الطايره ما بتنسقش مع اجنده السله، ما بتنسقش مع اجنده اليد، ما بينسقوش مع اجنده تنس الطاوله وهكذا. فبالتالي مجلس الاداره لازم الناس برضو تبقى ايه، الناس على السوشيال ميديا ساعات يقول لك ايه، لا نفذ، لا ما انت ما تعرفش الظروف بتاعتي انا عامله ازاي، انا كل واحد بيطلب وانا مطالب ان انا البي رغباته وطلباته وضعا في الاعتبار برضو بكل امانه ان اكيد عندي التزامات ماليه اخرى في بعض الملفات الاخرى حقيقي. بس احنا الناس ما بتشوفش ده، الناس بتشوف الناتج الاخير. وانا اسف ان احنا بنقول هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقه عشان تبقوا حضراتكم عارفين. انا والله بقول الكلام ده من دماغي، يعني انا بقول عشان يبقى كل جمهور النادي الاهلي عارف وواعي ان انت عندك مجلس اداره ما يهموش حاجه غير سعاده حضرتك وسعاده عائله الاهلي، اللي هي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي والجمعيه العامه للنادي الاهلي اللي هم حضراتكم كل جمهور النادي الاهلي. خليني اقول لحضرتك برضو بالنسبه للبطولات، احنا بنعرض 17 بطوله كابتن اسام، في ناس كانت بتاخد بطوله واحده كانوا بيحتفلوا يجيبوا تورته ويعملوا بتاع ده على بطوله واحده. ولما الطايره وقعت سنه واحده بس في النادي الاهلي السنه اللي فاتت لو نفتكر، السنه الوحيده اللي وقعت فيه كان حصل عليها حفلات وقنوات كتير وكل القنوات بتستضيف النجوم، ما بالك يا جماعه 17 بطوله للنادي الاهلي ما شفتش لا تورت ولا حفلات في القنوات الثانيه. مش معنى انت النادي الاهلي السنه دي واخد 17 بطوله، لان ممكن نعرض الجرافيك يا استاذ سمير، الصوره اهي قدامنا 17 بطوله لغايه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. فانت كره الطايره زي ما قلنا 3 و3 سيدات و3 رجال، السوبر المصري والدوري العام وكاس مصر في السيدات، والرجال السوبر المصري والدوري العام وبطوله افريقيا. نيجي لليد، اليد سيدات احنا واخدين الدوري العام واخدين كاس مصر، اليد رجال واخدين بطوله افريقيا واخدين السوبر المصري واخدين السوبر الافريقي، يعني واخدين 3 في الرجال و2 في السيدات. نخش في السله، السله سيدات اخدوا بطوله منطقه القاهره وخدوا السوبر المصري، السله رجال اخدوا دوري المرتبط واخدوا السوبر المصري، اللي تحت بقى القدم اللي هم البطولتين كاس مصر والسوبر المصري. ف17 بطوله سواء يد طايره قدم سله. في نقطة منها عايز أطلع منها وأناقشها، النجاح النادي الأهلي برضو كنت أنتوا بتتكلموا على الفلوس أو الصرف، أنت النهاردة بلاحظ بصراحة برضو نقطة عايز أسيرها، النقطة ليه المدربين الأجانب هم اللي لما بيجوا بينجحوا، فين المدربين المصريين؟ أجاوبك أنا؟ أه اتفضل. عشان المدربين الأجانب ما بيتحولوش ليه من الممارسة للتدريب مباشرة غير بالدراسة. بالظبط، مش مباشرة. احنا عندنا للاسف الالعاب الجماعيه، لا ما سيبك، خلينا نحط الكره على جنب، الكره عالم لوحده، لكن لك ان تتخيل ان في اليد معظم يا كابتن بكل امانه المعظم اول ما بيخلص بيتجه. لا بس مثلا انت لما انت عندك اللي انا افهمه في النادي الاهلي، وانا مش عايز اقول يعني شكل، لكن بتلاقي دايما المدير الفني لو حتى هو مدير فني اجنبي بتلاقي معاه واحد او اثنين مصريين او من النادي الاهلي، من داخل النادي الاهلي. ليه؟ عشان يتعلموا ويستفادوا، يتعلموا. وفي نفس الوقت اللي انا عارفه انا ممكن اقول لك هنا بقى بالاسماء، لكن مش هقول برضو عشان ما بقاش بروح لحد وسايب حد، لكن في ناس موجودين في معظم اجهزه النادي الاهلي ان لم يكن كلها موجودين مع المدير الفني الاجنبي عشان يتعلموا، وفي نفس الوقت هم بيدرسوا. ايوه ده كويس. الـ طرق التدريب بالزبط. في كل واحد بقى اللي في الطايره في الطايره واللي في السله في السله. بس واللي احنا في المدربين قليلين في مصر بصفة عامة، يعني مثلا بشكل عام ليه احنا لازم الاتحادات بتوع الالعاب دي كلها يناقشوا القضية دي؟ انت النهاردة ما عندكش مدربين مصريين، يعني الكابتن احمد مرعي كان في السلة، جه اوجستي بوش اخذ منه كل البطولات في السنين اللي فاتت دي كلها. فانت المدرب المصري بتكلم على الحتة دي في كل الاندية، الاتحادات مسؤولة عن هذا الكلام سواء اتحاد اليد او القدم او الطايرة. النهاردة الاتجاه ان انت النادي الاهلي ناجح ليه؟ جايب مدربين اجانب بيصرف كميه كبيره اكيد طبعا، وشطاره صحيح. الاداره ان انت جايب مدرب اسباني والمدرسه الاسبانيه ناجحه قوي مع النادي الاهلي. المدرب الاجنبي بشوفه ممكن يكون برضه شخصيته قويه فلايقه على النادي الاهلي قوي، واللعيبه هنا بيفرض سيطره زي اوجستي بوش. اوجستي بوش من المدربين اللي هي ايه بتحب تجيب، على فكره من المدربين اللي مش بتحب تجيب لعيبه سوبر قوي في المحترف، لا بيحب يجيب 4-5 يقدر يسيطر عليهم او 3-4 حتى في بطوله البلدي والسنه اللي فاتت واللي قبلها بيعمل الفكره دي، ان هو بيجيب 4-3-4 منهم واحد مثلا يبقى نجم زي نونو اوموت كده و3-4 يقدر يسيطر عليهم. أيوة.
فدي الفكرة، أن أنا برضو كنت عايز أقول النقطة دي دايما لما كنت أقعد أتفرج، ليه دايما مفيش مدرب مصري موجود على الساحة سواء في اليد أو في القدم أو في الطائرة؟ دي مسؤولية الاتحادات الموجودة. صحيح، ولكن عندما تنظر برضو للنادي الأهلي، أنا وجهة نظري خليني أتكلم عن النادي الأهلي هنا، لأنه النادي الأهلي بالنسبة لنا هو الأساس في كل شيء. إذا كان هناك تقصير من بعض الاتحادات في هذه الأمور، فيجب أن تنظر الاتحادات لهذا الأمر. ولكن لو تيجي تبص على النادي الأهلي، لأنه في الآخر هي مرحلة المدير الفني في 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 الطائرة، فجبت مدير فني، الطائرة تحتاج إلى مدير فني أجنبي، فأنت جبت مدير فني وبتصنع كوادر، والكوادر ما زالت موجودة وهتفضل موجودة وستظل دائما موجودة في النادي الأهلي. دي وجهة نظري طبعا بعيدا عن أي شيء آخر. ولكن النادي الأهلي منظومة مختلفة، زي ما أنت في القدم وفي الطائرة وفي اليد، النادي الأهلي في حتة تانية خالص. النادي الأهلي أنت هنا بتتكلم على الاتحادات، بتكلم على الاتحادات مش بتكلم على النادي الأهلي، هو النادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي النادي